ومن عمان ينضم إلينا مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي. أهلا وسهلا بك سيد عريب. نبدأ بتصريحات الرئيس المصري قبل يومين الذي حذر فيها من المساس بحصة مصر من مياه النيل، وإلا ستشهد كما قال المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد. حتى الآن أثيوبيا لم تعاقب على هذا التصريح، كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني في الحقيقة وصلت مفاوضات السلام إلى طريق مسدود بفعل يعني المماطلة والتسويف الأثيوبيين، وعداد الزمن يعني يقترب موعد الملء الثاني للسد في تموز القادم، يعني على مبعدة يعني 70-80 يوما لا أكثر ولا أقل. هذا أمر لا تستطيع مصر أن تتساهل فيه ولا يستطيع السودان أن يفعل ذلك. الرئيس الوزراء الأثيوبي يكتفي بالقول بالتعبير عن النوايا الطيبة، إن كانت هذه النوايا جادة فليضعها في اتفاق ثلاثي ملزم توقع عليه كل هذه الأطراف، وأن يكون ملزما وأن يكون بشهادة دولية واضحة. أما إطلاق الوعود فقط والاكتفاء بالتعهدات والنوايا الحسنة فهذا لم يعد يقنع لا الجانب المصري ولا الجانب السوداني. ثم أن الخرطوم بعد فترة طويلة من المفاوضات التي أشرف عليها ورعاها الاتحاد الأفريقي اقترحت توسيع إطار الوساطة وتدوير الأزمة من خلال دعوة الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الأفريقي لكي تكون هناك رباعية دولية تشرف على هذا المفاوضات. أثيوبيا تلتزم الصمت وترفض هذا المقترح وتفضل بقاء الوساطة الأفريقية لا أكثر ولا أقل في هذا المجال. إذن جاء دور الرئيس المصري ليضع على الطاولة خيارا آخر، الخيار العسكري هو ما ألمح إليه الرئيس المصري، وهو إذ يفعل ذلك إنما يعبر عن اتجاه عارم داخل الرأي العام المصري وحتى في مؤسسات صنع القرار داخل مصر بأن الموضوع يجب أن يحسم، إن ليس بالطرق السلمية فبالطرق العسكرية إن وجب الأمر في هذا المجال. فالمسألة بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، هذا موضوع لا يمكن التساهل به أو القبول بتمريره هكذا. تشجعت مصر على رفع وتيرة يعني انتقادها وتهديدها لأثيوبيا بالمشاكل الكبرى التي يواجهها أبي أحمد داخل بلاده من جهة، وأزماته الحدودية المتفجرة مع السودان من جهة ثانية، وبدعم عربي واسع عبرت عنه معظم الدول العربية بأنها تقف إلى جانب مصر والسودان في قضية الأمن المائي على هذا الصعيد. لا أحد يريد خيار الحرب، ولكن على رئيس الوزراء أبي أحمد أن يذهب جديا إلى عملية سلام جادة وملزمة، وأن نخرج باتفاق توافق بين الأطراف الثلاث حول الملء وتوزيع المياه. شكرا جزيلا لك سيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كنت معنا من عمان.